قلبت حياة ديفيد رأساً على عقب في يوليو هذا العام بعد أن قال له الأطباء إن أمامه ما بين 6 أشهر إلى 2 فقط للعيش، ما يعني أن حاجته للرعاية الطبية أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. لكن هل تلبيه خدمات الصحة في بريطانيا؟ هذا الصباح انتظر نحو 3 ساعات من أجل الحصول على ورقة فقط بنتائج فحوصاته. لقد كنت أنتظر. كم الوقت الآن؟ من 9:30 حتى 12:30، لذا كنت أنتظر لمدة 2:30 فقط في انتظار الحصول على بعض الأوراق لإخباري بضرورة العودة بعد 6 أشهر لإجراء فحص آخر. لا يلوم ديفيد المستشفى، بل الحكومة التي قال إنها فتحت الحدود لعدد أكبر من الناس مما تستطيع مؤسسات البلاد استيعابه. الوضع في المستشفى مكتظ للغاية، وليس خطأ الموظفين أو الأطباء، بل الحكومة هي التي سمحت لعدد كبير من الناس بالدخول إلى البلاد للحصول على الرعاية الصحية المجانية. المستشفيات البريطانية تعاني، والمجتمع البريطاني مجتمع مريض. هذا ما كشف عنه تقرير حكومي كشف عن تدهور أداء هيئات الصحة. والحكومة تحذر إما الإصلاح الآن أو الانهيار، ولكن من يتحمل المسؤولية؟ فالتقرير كشف عن 14,000 حالة وفاة إضافية سنوية بسبب ساعات الانتظار الطويلة في قسم الطوارئ، ولا زال هناك 7.6 مليون شخص على لوائح الانتظار، إضافة إلى 345 ألف شخص ينتظرون للحصول على العلاج النفسي، ناهيك عن 2.8 مليون شخص العاجزين عن العمل بسبب المرض. لن يتوقع البريطانيون أو المقيمون هنا رؤية الطبيب على الفور، بل بات أمراً روتينياً أن تنتظر أشهراً قبل الحصول على موعد مع طبيب مختص. الحكومة تريد إصلاح النظام الصحي، لكن هيئات الخدمة الصحية تقول إن الحكومة هي السبب في تدهور عمل المستشفيات وتدني الأجور ورحيل الكوادر الطبية. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.